طيب، عندنا خبر العفو الدولية تبارك إلغاء قوانين النظام العام بالسودان. رحبت منظمة العفو الدولية على لسان نائب مدير برنامج شرق إفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى سيف ماجانجو بقرار الحكومة الانتقالية في السودان بإلغاء قوانين النظام العام والأداب العامة، معتبرا أن الخطوة جاءت متأخرة كثيرا. دكتور، إلغاء قوانين النظام العام والأداب العامة، ما بين مؤيد ومعارض؟ وطبعا برضو حق أخواننا القانونيين يعني يكون عندهم شرح مفصل في قانونين، في قانون للنظام العام والآداب العامة، وده بيحكي أشياء كثيرة جدا مطلوبة، من ضمنها حتى الشارع، الأكوان بتاعت الخرسانات الموجودة، تنظيم البائعين في الشارع وكده، ده شغل تنظيمي أنا أفتكر مطلوب يعني بدون تعسف. يعني لا، أنت لما تقول والله أنا داير أنظم العمل بتاع بائعات الشاي، نظمه بدون تعسف، يعني ما تحرمهم من حقه ومن ممارسة هذه الحاجة، لكن ما تخليهم برضو يمارسوها بطريقة تخل بالنظام العام. قبل كم يوم مثلا ناس محلية الخرطوم عملوا حملات تنظيمية للسوق المركز الخرطوم، وأنا يمكن كتبت علقت على هذه المسألة، لأنه اتضح أنه الباعة المتجولين وده رزقنا اليومي، قافلين الطريق خالص، انت لا يمكن بعربيه تستطيع ان تمر. بقت الحركه اختناق مروري، الازمه بتاعت المواصلات زادت حده كده، لازم تنظمه. القانون النظام العام واحده من 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 اشياء كثيره جدا بيتكلموا عنها، هو بنظم كل الحاجات دي. الخلطه كان حاصل بانه القانون الجنائي نفسه فيه ماده 152 وماده 157 وافتكر ماده 161، دي هي تكلمت عن الأشياء اللي تطبيقها في النظام السابق كان مسار جدل كبير جدا، الزي ومتابعة الناس ومراقبة ويمكن انتهاك حقوق كثير من الناس وتجسس على ناس وكده. فأنا أفتكر أنه حق الناس تفرق بين قانون النظام العام اللي بيعمل ده، ولو في أي حاجة مضرة بمصلحة المواطن في قانون النظام العام ده، سواء كان في التطبيق أو في المادة، من حقه ونحذفوها ويشيلوها ويعدلوها. امشوا للقانون الجنائي بعد ذاك، شوفوا المواد اللي ما بتنتهك حقوق الانسان. المساله هسه زي الناس فاهمه انه والله بس كل الحاجات دي موجهه للمراه. وانا افتكر يعني 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 من حق القوانين السودانيه ومن حقنا احنا كسودانيين نكرم المراه ونشجعها ونحافظ عليها ونقدم لها كل ما يمكن، والمحافظه عليها برضه بتتطلب سن قوانين تحافظ عليها هي نفسها. ما هي برضه عرضه في الشارع لاشياء كثيره جدا، يعني قوانين التحرش اللي بيتكلموا عنها دي ما برضه كلها انتهاك لحقوق المراه. يعني انت لازم مثلا المتحرش ده تعمل له قوانين رادعه جدا عشان ما يقدم على تصرف برضو بينتهك حق المرأة. فأنا أفتكر محتاجين برضو لفهم قانوني عالي جدا. قانون النظام العام الحسن نشر ده فيه بنود كثيرة جدا برضو تاني حيضمنوها في قوانين أخرى، لأنك أنت محتاج ليها. التنظيم العام اللي بقول لك عليه ده فيه أشياء اللي بتنتهك حقوق أي إنسان وبتمارس حريته، دي تحذيفها فورا وما تتعامل بها، عشان ما يفهم انه والله خلاص الان ألغي قانون النظام العام معناه ما في نظام عام، ألغي الآداب العامة معناه ما في آداب عامة. اخواننا الفهم ما كده، ايوه. نحن هسه كمجتمع سوداني الآداب العامة والتقاليد دي متأصلة فينا، لو عملوها بقانون ولا بدون قانون. يعني الليلة بنتك أختك زوجتك في البيت عندها تصرفات بتعملها، كان في قانون كان ما في قانون بتعملها بالنسبة لك. فنحن برضو حقه يعني نكون حريصين جدا إنه الفهم يكون صح لكل الناس، عشان كل زول داير إدلي برأيه في حاجة معينة، يكون من أجل البناء، يكون من أجل المحافظة على المجتمع، يكون من أجل المحافظة على المرأة نفسها، على الرجل، على الحريات العامة، على الحقوق العامة. الأشياء دي أخواننا يعني الأخذ الابتداء. يعني أنا برضو ما عجبني كثير من 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 خطب المساجد مثلا، يقوموا يبتسروا لك مادة مادتين ولا كوتيشن من القانون، ويبدي يتكلموا يفهموا الزول القاعد ده كأنه والله بس القانون الجاي ده حيخلي البلد دي، والكلام ده ما صحيح. لا تصح، زي ما ذكرت يكون في توضيح من القانونيين، يكون في توضيح من القانونيين. يا اخواننا والله احنا لما نقول قانون النظام العام المواد بتاعته كده، في اشياء نحن محتاجين لها وحق نطبقها، في اشياء نحن قاعدين نطبقها ونعملها من غير اي قانون ومن غير اي ضغوط، في حاجات ثانيه مفروض نحن نعيد فيها النظر، مفروض نراجعها، مفروض نغيرها، مفروض نلغيها، ويوروا ويشركوا الناس عشان ما يبقى في استغلال ما يبقى في استغلال. يعني هسه زي منظمه العفو الدوليه لما تقول والله انا ارحب بالغاء قانون النظام العام في السودان، والخطوه تاخرت كثيرا، والخطوه تاخرت كثيرا، كانما فعلا الناس دي كانوا يعني فعلا حقوقهم كلها منتهكه، وفي اشياء كعبه جدا في
اصلا اي ماده بتسيء للحريات العامه، للحق الخاص، للمراه، للرجل، للشارع، عدلها. يا دكتور الترحيب ده ما عنده اثر ايجابي على الحكومه، كونه منظمه العفو الدوليه ترحب بهذا الالغاء. نحن نتمنى انه اي جهه سواء كان خارجيه، منظمات دوليه، دول، اتحاد اوروبي، لما ترحب لها بخطوه قامت بها الحكومه السودانيه تتبع خطوتها دي بدعم حقيقي للحكومه. الولايات المتحده الامريكيه دي رحبت بالتغيير. نعم. لحد الان عملت شنو؟ نعم. الاتحاد الاوروبي رحب بالتغيير. حتى الان عملوا شنو تجاه التعامل؟ صندوق النقد الدولي، البنوك، كلهم رحبوا بهذا التغيير. نحن دايرين اي ترحاب من اي دوله يترجم في تعامل يخلي الحكومه دي تؤدي مهامها وتنتقل بالفتره الانتقاليه بشكل افضل. نعم. ما تزيد لها الضغوط، انت ترحب بهنا وتمارس ضغوط بالجهه الاخرى. نعم. انا افتكر دي كلام ماسع، يعني حقه كلام يتبع بالعمل. القول بالعمل. بكلام. طيب نحن نشكرك كثير جدا يا دكتور، واهلا ومرحبا بك في الاحد. وانا اشكرك معتصم ولينا، واشكر كل الذين تابعونا. نعم. شكرا دكتور عبد الملك النعيم على هذه المساحه.